ما انا مش عارف امسك. سيبني انت. ما سبتك. ايوه متشكرين قوي اخويا، متشكرين قوي. الله يخليك يا لمبي. ايه لمبي؟ لمبي ما انا هنا اهو يا عم هريسه. اعرف فين؟ ما مين اللي ساحبك؟ اصل انا اديلي كام يوم كده بيجيني غيبوبه. ايوه ما ببقاش عارف اللي ورايا من اللي قدامي. طيب يمكن دايخ اجيب له نبوت العسكر. تجيب له ايه؟ نبوت العسكر. نبوت العسكر؟ لا والنبي، والنبي عود يا اسمك ايه بقى؟ مش وقت اسمك ايه والكوارع اللي منزقه ايدك دي؟ اهدي منها شويه. عاجبك كده؟ عاجبك؟ انا فعلا محتاج لواحد من نبوت العسكر. نبوت العسكر؟ تصدق ان انا غلطان ان انا بتدخل في العيله دي؟ يا سلام، هيرجعني الذكريات الجميله انا وصلاح. انت وصلاح؟ صلاح مين؟ ستك. ست اسمها صلاح؟ ليه؟ وانت كنت متجوز احد العسكر ولا ايه؟ اصلها كانت وحيده على سبع بنات. وحيده؟ يا ست الراجل ده بيخرف ولا ايه؟ وحيده على سبع بنات ازاي؟ لانها ما كانتش حلوه قوي زيهم. ايوه فكانوا خايفين عليها من التلف. من التلف ولا من الحسد؟ اكيد خايفين من الحسد صح؟ ايوه. طب وسبعة التانيين راحوا فين؟ تلفوا. تلفوا طبعا، فخفتوا عليها فسميتوها صلاح. يا سلام. ايوه كنا نقعد تحت الشجره اللي ورانا دي. يا عم شجره ايه ده؟ بقى عرش موجود عندك؟ عرش اهو. قبل العرش ده ايوه كان في شجره وكان جنبيها ذكر بط لسه سايبينه لحد دلوقتي. شجره وذكر بط؟ ماشي ماشي ماشي. خرف يا عم هريسة. ايوه بعدين كان شاهد على حبنا ذكر البط صح؟ ايوه هي تحدفني بنبوت وانا احدفها بنبوت. سلام. ونقعد طول الليل نضرب بعض بالنبابيت ونقوم الصبح دمنا سايح. هو ده الحب الحقيقي. يا سلام يا عم محمد يا فؤاد. لمبي. ايوه لمبي لفني. الفك فين؟ في سجاره؟ لفني ناحية العرش. حاضر. يا مملوك هضبة، يا رجال المملوك هضبة. هريسة أبو الليف في النزع الأخير، والليمبي جوز السلطانة شجرة الرز مهتم بأمره. جرى يا رجالة، إحنا هنسيب هريسة يموت كده بسهولة بعد ما فلسنا وخد فلوسنا من غير ما نعرف مكان الكنز فين؟ أنا عندي فكرة أبو هندمي. قول، أنا حاسس إنك هتقول لنا حل. إحنا نروح كلنا كده بصحبة السيد هضبة ونفاجئ هريسة ونكتم على نفسه لحد ما يقول لنا مكان الكنز فين. الراجل بيقول لك بيموت هنهبي فيه اكتر من كده يا بختي. الله، وهنعمل ايه دلوقتي يا سيد هضبة؟ الله الله يخرب بيتك. اهدى يا مسرور، انا عندي الحل. ايه هو؟ اكيد يا اخوانا هريسه قبل ما يموت ويتفلسع من الدنيا هيقول برضه مكان الكنز للمبي جوز الست السلطانه شجره الرز. يا سلام يا سلام يا سيد هضبة، والله كلامك احلى من لقمه القاضي يا سيد هضبه. يا سلام، كلامك لوز مقشر. يبقى المفروض يا رجاله نراقب الليمبي دوت على طراطيف ايدينا من غير ما يشعر بينا خالص لغايه ما نعرف مكان الكنز فين، وساعتها اخده لوحدي. ايه قصدي؟ يعني اخده لوحدي وارجع نقسمه على بعضينا بالتساوي. الله الله، كلامك احلى من ام علي. كلامك مكسرات. يبقى على بركه الله، مين بقى رجالنا اللي المفروض نراقبه من غير ما يشعر بينا بتاتا؟ الليمبي جوز السلطان. مين اللي لو حاولنا ناخد منه الكنز ومرضيش نقطم رقبته؟ الليمبي جوز السلطان. يلا بينا يا رجاله. على فين؟ الله يخرب بيوتكم، انا بقول ايه من الصبح؟ على هريسه نتصنط عليه وهو بيقول سر الكنز للليمبي جوز السلطان. يا الليمبي جوز السلطان. يا الليمبي جوز السلطان. قول لي بقى والنبي. ليمبي. ايوه قرب مني. حاضر. قرب كمان. نعم قرب كمان يا بخيل. انت عايز ايه مني؟ انت عايز ايه مني؟ الوضع ده مش حلو. قول لي الكنز فين وما تزننيش وما تستغلش الفرصة. اديني ودني. اديك ودني؟ اديني ودني. اه ودني. ايوه.
يا بنت ما تخافيش من خلق يا بنت ممكن يأذيني ما تنزيني هيأذيك يا ايه هو تعبان ده رجلية رفعت فوق دي علامة مكان الكنز كنز؟ اهو انزل انزل يا جدو انزل في امان الله تعال بقى يقول لك ده كرباط ده فين هنا؟ كنز يا بنت ايوه كنز ده هنا النقطة عالية يلا تعالي يلا بينا ده عشان نهرب عندي يلا بينا ايه ده؟ مين دول؟ الخرفان دي فين الأمير تربان؟ الأمير تربان مات وأين الأميرة شجرة الرز؟ في الكشري خلاص ماتت أخرى قعدوا يضربوها بالبباقيب لحد ما حذفوها من فوق اللي ماتت وأين الأمير عمر الدين خشاف؟ كل سنة وأنت طيب بقى اتلهف على المائدة مات راخر برضك نحن نرفض هذا الكلام ترفض إيه؟ أنت تقدر تبودع؟ إذا أردتم أن تسلموا سلموا تسلموا تنعموا بالغذاء والراحة والأمان تدفعون الفدية ذهباً مفتاح كنز عيسى معلم أما إذا لم تدفعوا فسوف نسحق نساءكم ونستبيح أطفالكم أتدعوهم شالنبي دول كذابين كذابين أي بلد بيمسكوها بيخربوها بيأكلوا خيرها ما بيعملوش أي مصلحة للشعب طبعاً الخرفان بتاكل أي حاجة قدامها خضرة ناشف يابس أي حاجة بتاكلها خرفان ماء ماء هذه رسالة التتار أريد ردكم ده ابنك ده ولا إيه؟ ابنك ولف ولا إيه ده؟ ده إيه دي؟ خد الرسالة أهو إحنا موافقين إين؟ لا استنى بس يا عم أنت استنى يا عم حماسة صوره وخلاص الله أنت بتبوظ الدماء دي ده كان الخروف الكبير اهو بتاعهم واقف وبديك الحاجات بتقول لك الشعر هياكل وهيشرب وهيتنح بقى ما انت مش كده يا ست السلطانه؟ ايوه اهو شفت بنتها ردت عليا من جوه هي بص طالما انتم ملتزمين بالكلام ده خلاص احنا بقى الشعب ياكل وينعم بقى يا ايه الكلام اللي بتقوله ده يا لمبي؟ يا عم اللي انا بقوله ده صح ما ينفعش هينفع اي مجاعه في البلد هتحصل الخرفان على قفا من الجيل هيتباح لك اي خروف من الوافين دول والناس تاكل بقى وتزعطط بقى وكل سنه انت طيب بقى ما ينفعش يا لمبي لازم نحاربهم نبيتهم تبيد مين؟ دول يتاكلوا مش يتبادوا امسك بص اقول لك على حاجه انت اتصرف انت شكلك قائد عظيم انا هستاذن حضرتك مش خاطر عندي ميتنج دلوقتي اوكي؟ يلا بينا يلا يلا يا ريت تجري اجري يلا اوف 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 بقى اوف بقى اوف بقى خلينا نركز بقى ايه اللي دي في ايه احنا بنهرب دلوقتي طب يلا بينا يلا بينا ما تقعديش تقولي فيها ومش فيها حاجه يلا اجري يا بنت يلا ده النوتة يلا خلاص استنى هنا استنى 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 باب الكنز بص بقى بص بقى زنوتة ايه زنوتة تاني بص يا زنوتة يا حبيبتي دلوقتي هما هيجوا يخطفوكي انت تعتلي العرش وحكومي بالعدل واسترجلي شوية في الله العرش العرش من غيرك ما يسواش يا لمبي انت بتقولي ده ما ينفعش خالص في الحكم على مصر الصوت ده يحكم مدرسة ثانية يا بنات فاسترجلي كده وخليكي جنب راسك ان هما ها هو لمبي ها لمبي ما تسيبنيش يا لمبي ما تسيبنيش تعالى يا بنت اوعي تعملي وانت بتحكمش تعملي كده انا بحبك انا بحبك يا بنت والله بص هحطك ده فوقك يلا خلي بالك من نفسك يا رب ما بلاقي نفسي عند الفراعنه يا رب انا سامع صوت كركره وميه وشيشه ناس قاعده بتشايش Thank you.
بقولك والنبي امورنا يا خواجه، هو البحر ده بحر اليونان ولا مرسيديك؟ ايوه يا جدعان، واضح ان الحجرين تقال. احنا في اسكندريه يا جدع. لا والنبي احنا في اسكندريه. اسكندريه مريه. اسكندريه يعني بينه وبين السيد زينب ساعه ونص بالديجو سبع راكب، واخد الكنز واقلع بيها. ايه اللبس اللي انت لابسه ده؟ ابني كان عندي زف البحر امبارح. وانا برضه بقول الحجرين تقال. جمبري ايه اللخبطه دي بقى؟ يا لي يا ست دايه، يا لي يا ست فتيسي. يا ابو شلبايه فين النسوين اللي وعدتنا بيهم دلوقتي؟ هلو جمبري 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 جمبري. ايوه يا اخويا، احنا سمعنا ان جايه لك رحله من مصر. دلوقتي هلو اجيب كرسي شمسيه. شكرين يا اخويا. هيو على تقل دمك. يا فتيسي مين الولد الغريب اللي بيصطاد عندنا ده؟ مين الولد ده وجاي يصطاد عندنا في حتتنا ليه؟ ايه صحيح جاي يصطاد في مكاننا ليه؟ انت ولا مشي من اليمه دي. الله، امشي من اليمه دي ليه يا عم الحاج؟ انا واقف هنا فرض الحكومه. لا يا عم الحاج يا خفيف، دي مش ارض الحكومه، دي بحر. ايوه برضك بحر الحكومه، ولو عندك حاجه عملها بقى يا عم الحاج. هو الولد ده ما فيش حد مانع عينه ولا ده انا اللي عامل لي فيها فرطه قوي. ماشي يا ولا، ما تلم نفسك بدل ما تزفر الرمله بدمك. الله بتعمل اللي انت اللي انت ناور فيهم يعني؟ يا ابني من ايه يا ضياء؟ ايه يا ضياء يا انت متعسى يا راجل ولا ايه؟ بقول لك نزل ايدك بدل ما نعملوها مال. اعملوها جنب الحيطه احسن يا ياض. يلا قدامك ايه؟ لا مش كل واحد يجي يعمل علينا رئيس، كفايه علينا واحد. على قولك الولد ده بيفكرني بمعلم سنجاري، كان جاي كلب لحد ما كبر دلوقتي بقى رئيسنا. بينا بينا عكشينا على رئيس سنجاري. طب انا ما عايز الا انت بقى. بينا يا رجال اوعى ما مشكلين يا معلم سنجاري على اللبس اللمبوطي ده. مش احسن من الكومبين اللي كنت لابسه؟ انت ايه ده شغال منبه ده ولا ايه؟ فهمني بقى ايه القصه؟ الولد ايه؟ لا استنى بقى، استنى انت هتقول الولد ايه؟ استنى شويه بقى، انا اللي هحكي القصه من الطقطق لحد مع السلامه عليكم. دلوقتي الناس دي كلها نفر نفر، دول عندهم حق. ليه بقى؟ ليه بقى الناس دي ليها حق بقى؟ لانهم قالوا على سعادتك انك انت الرئيس سنجاري كلب. الرئيس سنجاري كلب وفضل يسحلب ويتدحلب ويتمحلب ولحد ما وصل وبقى رئيس المركبيه هنا، بس احنا لازم ايه؟ نعمل ثروه ونرجعه كلب. ايه الكلام ده يا رجاله؟ الولد ده بيقوم علينا يا رجاله، هو اللي بيشتمك يا معلم الصبح. انت بتسمني يلا نبو المصحف يا معلم سناره. انا ما شتمتش حد، هم اللي قعدوا يقولوا عليك ان انت كلب وابن كلب، قعدوا يشتموا المصحف اللي بالسيده زينب. والله والله الولد ده شكله نقطه، هو ده اللي بندوره عليه. انا مستغربك يا عبده، الولد ده يلزمك في ايه؟ بعدين هتفهم، بس من امتى انت بتفهم؟ ما تخلينيش اغير منك يا عبده. تعالى معايا يلا يا اخويا. والله العظيم انا بريء، والله العظيم ثلاثة. بس يا رجالة، أنا عرفت الولد مين. الحمد لله أهو، ربنا يبارك لك يا رب. الولد ده اللي حرق مركب أبو عصلية أول امبارح. الله يخرب بيت أمي اللي جابك ورا ظهري. يبقى اللي ودوك كراكون. يا عم أنت ما تتكلمش خالص أنت بقى. نزل إيدك يا ولد. أخرب بقى إيدك بقى. الله. يلا بينا على كراكون يا رجالة. أمي ما عايزة إلا أنت بقى. يلا يا حبيبي. امشي قدامي يا ولد. امشي قدامي. ده حلو قوي قوي اللي حصل ده. يا عم يا عم والمصحف انت اللي عملت، والنبي يا عم انا مش زينب والمصحف، انا مش زينب.
ايوه يا جدعان ما تخافش يا جدع، لو انت مصدوم انا هطلعها. مصدوم ده ايه يا معلم سنجاري؟ بيقول لك هو اللي حرام اركبه بعسليه. اصلا مين يا عم انت؟ يا جدع ما تفرجش، خدلت ايدي. الظابط والله يقول لك كنت مصدوم ولا لا؟ شكله بيسيح علينا. يا عم بس ما تقول حاجه للنبي بقى. الولد ده على حق. اهو النبي على حق، سيبني بقى. اصلا مش من هنا ومن السيده زينب، وجاي غلط، في مفتاح وفي باب فبخش، وانا بدور اصلا على واحد اسمه عم هرسه. الولد ده شكله صابي ورد سجون. يا عم ما تقول كلمه لله يا اخي. الولد على حق. على حق بقى يا دي، امشي خدلت ايدي. يا عم انا مش عايز اخش جوه ولا حاجه. انت خدت على ولادك يا جدعان. مش كويس يا جدعان يا ولاد. دواء الاعصاب يا فندم. متشكر يا غريب، انا اخدته. دواء الصرع يا فندم. ربنا يخليك يا حبيبي، اخدته فعلا، اخدته. ده دواء التشنجات سعادتك. انا ما اخدتوش ده، مش عارف من غيرك انا كنت هعمل ايه. مفيش احترام للمكان اللي انتوا داخلينه؟ مفيش احترام للرتبة اللي كانت قاعدة على الكرسي ده دلوقتي؟ بنظام، بنظام. أعصابك يا فندم، أعصابك. خلاص يا غريب، بنظام. احكولي ايه اللي حصل؟ الولد ده على حاجة ما بعملش. ولا انت ما تغلس، امنع الكلام وإلا قسما بالله. أهو حاضر يا باشا، حاضر يا باشا، حاضر. بنظام احكولي. الولد هو اللي حرق مركبه بعسليه. يا عم ارحم اللي جابه ام بقى. الولد ده على حق. انا شفت بقى على حق، والنبي يا غلبان امال ليا في اي حاجه؟ انا مش سيده زينب اصلا والله، وبعمل طعميه. امنع كلام. انا مش منين والله. امنع الكلام. ما تستعطفنيش. لا والله ما استلطفكش، والمصحف والله ما بستلطفك. ولا مش انت المرشد الجديد عندنا هنا في القسم؟ مظبوط. وكمان طلعت من البوليس السياسي. الولد ده على حق. شفت بقى على حق والله. لا كده المسألة وضحت على الآخر. فضولي بقى المكان ده كله. غريب فضيلي القاعة. شو الدم؟ يلا بره. باخد اقف مكانك، اثبت جوه كما كنت، كما كنت. لا هو مش طب ولا لا، كما كنت ودخل. لا 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 لا. حاضر. حاضر. اثبت. حاضر. لما اقعد. حاضر. اتفضل. اتفضل تعال اقعد. حاضر. استناك كتير. لا ولا 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 قوم. قوم. لا نهزر. اقعد. حاضر. اثبت مكانك. حاضر. كما كنت. حاضر. اقعد. اقعد. حاضر. ده احلى، ده في سفنك كتير، في سفنك احلى. صوت الباشا، انا مش من هنا، انا اصلا من سيده زينب، وراجل بعمل طعميه وعلى باب الله. بدنا اصل انت مش واخد بال حضرتك. انا اصلا جاي من عند الكفار، وكان في فتحه بالمفتاح، وفتحت باب ونزل من عند التراب. استنى استنى استنى. نعم. انت كنت جاي من عند مين؟ انا كنت نازل في المقبره انا وبسبوسه، وبعدين فتحت الباب فجاه لقيت نفسي في قلب السحره وعند ناس كفار. في قلب ايه؟ في قلب السحرة. احلى خمسين لحبايبنا اللي حارسين المينا. جرى يا عمنا؟ ما قلتلناش. الولد الليمبي ده ميته ايه؟ حلوة ولا حادقة؟ الولد ايه؟ اشرب ميات طازي، ما عملوش حاجة. اشتغل عليك. يدوم الواجب ابو الشنبات. انت تؤمر يا حليم. من عينيا من عينيا، بس انت عارف ان الحال ضيق، بس انا هتصرف. ولا يهمك، قريبه ولا بعيده يا جدع؟ رقبتي. ماشي يا حليم. طلع قشر بياض، ملوش في أي حاجة. براو عليك يا واد حليمو، خلي بالك الولد ده يخصني. بقول لك أنا حليمة، هو خارج إمتى؟ في ديلي على طول. الله، أمال هو فين؟ ما تلخبطوش يا عبده، قصدك ديلي ولا الولد الليمبي؟ يا عم قصدي الليمبي.
جاوبه جاوبه. بقول لك ايه، ما تاخدنيش في ربع ونص وتقول لي ديلك فين الحلاوه يا عم عبده. من عينيا، بس زي ما انت شايف الحال ضيق شويه دلوقتي، بس انا هتصرف. بقول لك يا حليمه، انت تطلع على البوزه دلوقتي تقربع على قد ما تقدر والحساب عندي. يدوم الوجبه بابا بديعه او النبي، احسن الواحد على لحم دماغه من امبارح. بطن لحم دماغك على قد ما تقدر يا عم، يلا يدوم يا بابا بديعه، يدوم يا رجاله. بقول لك ايه؟ ايه؟ الولا حليمه ده لازم نقتلوه. يا عم ده ولا غلبان، انا هستناك في الحنطور. الله ما حد عايز القتل غيرك. وانت كمان يا ابو وديعه لازم نقتلوك. بس بقى فانا ايه لما حصل ان انا بقى خرجت من عند فتحيه وجريت والعموم داخلين ولا عند الباب وقلت لك الباب ده وجه منين؟ فخرجت الناحيه التانيه قابلت مين بقى؟ قابلت شجره الرز اللي هي بيقولوا عليها شجره الدر، بس هي كانت مستنقره الظاهر في الشخصيه هناك عندهم في البلد منت كده، فانت بس عرفت. وخرجت بعدها بقى لما طلعوا يجروا ورايا رحت داخل على من عصر دمشواك على هناك عندهم في قلب هملت. وانا مبسوط ان انت رافع السماعه عشان ما حدش يزعجنا في القعده الخلويه اللي احنا قاعدين فيها دي. غريب غريب. تمام يا فندم، مسكوا الواد اللي حرق مركب ابو عسليه والولد ده بريء. شفت بقى، انا والله ما انا بقول لك انا بريء، انا بتاع طعميه اصلا يعني. افرج عنه يا باشا. يا سيدي خليه هو اللي يفرج عني. افرج عنه عشان اعصابك. لا خلاص غريب، خد انت القرار عشان انا منهار. يلا قوم قدامي. قوم ايه؟ قوم امشي قدامي. على النعمه ما اسمعها الا من بق الباشا يقول لي امشي. ما هو قال لك اهو. والله بقى يمين بالله ثلاثه انا ما اسمع الكلمه دي الا من سعادتك. بقى ايه الراي بقى؟ عليا الطلاق بنت ثلاثه، ناخد الكلمه دي منك انت وتقول لي اطلع بره دلوقتي. ده انت غالي علينا يا باشا. خلاص امشي امشي وما اشوفش وشك تاني حبيبي. حقك عليا. فرصة سعيدة جدا. ألف سلامة. الله يخليك، مبسوط إن أنا خدت إفراج على إيدك. ربنا يخليك يا رب. الله يخليك. ربنا يخليك يا رب. عايز حاجة؟ ربنا يخليك. ربنا يشفيك. أنت ابن نكتك. إحنا هنقف ونتكلموا في الشارع، تعال نوجبه معاك ونأكلك لقمة عند زفارة. زفارة ده إيه، طبيخ حندان ده ولا إيه؟ مش قلت لك ابن نكتك. إيه العيال اللي متمسمرة ببعض دي؟ اطلع اطلع. أنت أنا جند أبوك زفارة فين؟ في المينا. وأنت يا أبوك فين؟ على السفينة. وسفينة رست علمنا فيها صبية حزينة، قلنا يا شبة قلنا يا شبة من عيون الحزينة. قطع يا عم، سفينة رست علمنا قلنا يا شبة قلنا يا شبة. يلا يا لمبي. يلا انزل تعالى. هذا بنطلون على بنطلون انت بس ما عندك يا عم. خلاص يلا بقى ايه، ندخل جوه كده ونروق ونضرب قرعتين بوظه. ايوه كده بوظه بقى. الايس كريم والجيلاتي بيحب الحر. ايس كريم وجيلاتي ايه يا لمبي؟ بقول لك قرعتين بوظه. اه كاسين يعني. آه. ايوه طب فهمني كده، ما انت ما شاورتليش. تصدق يا لمبي؟ ايوه. انت شكلك حنتبيش ولا ليك في الشرب ولا حاجه. من اللي يا عم ده انا بليل في الشرب حاسب شويه، ده انا حوت وعصب الحيتان جوه كلها. مين ده اللي ملوش في الشرب؟ صدق بقى انا مش حاسب الا مع الراجل ده. حبيبي خش. تعالى يا معلم. اتفضل يا اخويا. اسم العندليب ايه؟ تعالى يا ابو خش. انا يا اختي واقفين بتنظر مخدماتيه. شوفي الولية الناقصة بتسكي الشيش في وشي، اللي هيفكوا لك لحام صدرك. جاتك داهية في ريحة الشباب اللي طالعة من عندك. أيوه يا جدعان، هو القمر بينزل على الأرض بالنهار ولا إيه؟ لا شمس يا مأمة، وممكن تلسوعك أنت واللي يتشدد لك. أموت في الأدب، ما تتلم يا سلفاندي. أنا اسمي إدرا، النهارده نادي ولا حاجة؟ هي تلاقيح ولا إيه؟ عامل لي راجل وأنت ما تكملش إزاي؟ مالك يا لفاندي مالك ومال البنية؟ مش عيب عليك ده بدل ما تحميها؟ أني أنت إيه؟ قطع السلع اللي فيه، بطلوا وسخة بقى عرتونا رجالة أو فاش. نحمدوا ربنا إن إحنا لحقناك يا ست أمك. عشتوا، قال هو فين بيت نزلة المخدماتية؟ دي جنبنا، تعالي نوصلوكي لحد عندها ونوجبوا معاكي فنجان قهوة ونفرجوكي على شوية قماش والدفع فوري أو على راحتك. قماش؟ لهو أنتوا بتشتغلوا إيه؟
أنا دهية ودي أختي فطيصة، وإحنا بنشتغلوا دلالات في القماش. تعالي اتفرجي عندي كم حتة هطلعلطي فيهم زي البلطية وبالتقسيط. طالما هندفعوا بالتقسيط يبقى موافقين. هنروحوا عند نازلة المخدماتية ونرجع لكم طوالي، نشوف لنا حتتين كده يلعلطونا ويدندشونا وإحنا بنرقصوا. قال هو بيتكم فين؟ ده لازم في نازلة المخدماتية أول عتبة. هنستنوكي وكمان عشان نرقوكي، احنا مقصدنا شريف. باين عليكم استبينا، فوتكوا بعافيه. يعافيكي يا اختي. شفتي يا اختي الوليه واللي عاملاه في نفسها؟ دي نسوان عايزه الذبح ولا الصيغه اللي لابساها؟ يا اختي الوليه درقها هيقع من الصيغه اللي فيه. بقول لك ايه، بينا نحضروا المطرح ونشوفوا هنتوها فين. وجب يا اختي قطيعه، محدش بياكلها بالساهل. تعالى يا فندي عبد الحي. عليا الطلاق لا تشرب القرعة دي كمان يا لمبي. أنا مش قادر يا أبو بديعة، مش قادر خلاص. الله، أنت إيه بقيت فول تنك؟ عليا الطلاق لا تشرب القرعة يا أبو بديعة. دي سادس قرعة تشبه، ده أنا خلاص شنب هيقع. يا عم ما تخافش، أنا اللي هدفع الحساب. عيب عليك. الله، تدفع الحساب إيه؟ أنت جاي مصنع الرجالة وتقول أدفع الحساب؟ ده أنا اللمبي، محدش يدفع الحساب غير انا يا عم الحاج. برافو بديع. والواد ده هيستنى هنا ولا ايه؟ ده خطر ده ولا ايه؟ اقعد اقعد يا حليب، اقعد اقعد يا ده، ناخدك في سرنجة. اقعد. حساب ايه اللي هتدفعه ابو بديع؟ هات قرعة تانية يالي. احكي يا لمبي احكي. ايوه يا سيدي بقى. المهم بقى ابو بديع، ومعايا انت في الاول برضك ابو عبده، الواد ده مش معايا، لما الواد ده برضك معايا، خد بالك. كان ده ليه؟ احنا كنا بنتكلم في ايه؟ كنت بتتكلم في حكايتك مع الشد، الدنيا والدنيا بتشد فيك وانت بتشد فيها. ايوه، بتاع هريسه ومهريسه كده كان. ايوه 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 ايوه. افتكرت؟ ايوه افتكرت. فضلت بقى الف في السنين، والسنين تلف فيا، وانا الف فيها وهي تلف فيا، ما نعرفش مين فينا اللي بيشرب التاني. كلنا كده يا لمبي، السنين بتلف بينا واحنا بنلف بيها. تعرفوا يا رجاله، اللمبي ده كلامه موزون. ابويا الولد ده لخبط لي دماغ، ابويا عمال يخش في سيه. يا عم انت جاي تكذب علينا هنا ولا ايه؟ لا 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 يا عم الحاج، اطفو يا عم الحاج واعرف انت بتكلم مين. صدق بقى الواد على الطلاق انا ما بقبله، ومش هكمل كلامي غير لما تتصرفوا معاه. بقى ورب تسلم يا حليمو حبيبي. اشرب. ما خليك اشرب يا لمبي عشان تفوق. ماشي. انا بقى الحكايه حبيبي حليمو. على فكره يا جماعه، الراجل ده انا مصدقه. واني كمان مصدقه. الله يخليك. في ايه بقى؟ الله، اللي انت حكيته يا جدع. وانا حكيت ايه بقى؟ انك شغال تلف في السنين. ايوه عمال انف في السنين. كمل بقى، ايه حكايه هريسه اللي انت كنت بتتكلم عنه دي؟ ده يا عم الحاج، هريسه ده حكايته الطول. نخرج بره الاول المخور اللي احنا فيه ده او الكبانيه ده، نطرش الزباله اللي كناها، وبعدين نحكي في موضوع هريسه. يلا بينا بقى، يلا بينا بقى. ده يا عبده انت قاعدين في حفره ولا ايه؟ يلا يا عم انت ابو بديع، انت مش شبه عليا ولا حاجه؟ على فين خبيبي؟ بنايوتي خبيبي. ايه ده؟ انا مش فاهم اللغه، انت بتتكلم اللغه ايه اللغه دي؟ خبيبي فين خساب سورب اللي انت سربتيه؟ خساب سورب اللي انا سربته؟ ايوه بس عرفتك، انت اكيد عريت القريه صح؟ استباتي انت خبيبي حساب سورب اللي انت سربتيه. سرب اللي انا سربته؟ ابو بديعة، ابو بديعة، عرضو عرضو. ايه يا لمبي؟ الراجل اللي واقف هناك ده بيقول لك في حساب عايز يدفع عشان السرب اللي احنا شربناه. طب ما تدفع الحساب يا لمبي. ادفع منين ما انت عرفت ان انا من بدايك اللي خلقتني ملط. انت مش معاكي حساب؟ احنا نتصل باسم البوليس يجي واخد صورته ياخدك على كراكون، انت تروحي في توكر. يا جدعان الراجل ده بيتكلم كلام عليا الطلاق، انا ما فاهمك بتقول ايه؟ انت بتتمضمض ولا بتتكلم؟ بنايوتي حبيبي دي واحد كليفتي، انت واحد عسكري ودي بوليس. عرضه عرضه خلاص، هقول لك عندي واحد بوليس. لا 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 مفيش بوليس. خلاص خلاص اقعد يا لمبي، خلاص يا خريستو
مفيش عسكري ولا حاجه. بكرمك. انا هدفع الحساب بعد ما اوضيه على وسط الامانه دي. وسط الامانه؟ امال ايه؟ تعالى وهنوجب معاك وانت ابن بلدنا وكده وفي الاخر وصل امانه. انا فاكرك هتشرب قرعه ولا اتنين، ده انت حفيت يا لمبي. يا راجل حفيت ايه بس وانت بتاكدني ايه؟ اهو يا عم قله الاصل على الصحوبيه. اتفضل انزل يا عم بقى من الموتوسيكل اللي انت راكبه ده، خلاص حاسبنا. ها؟ حاسب؟ ايوه. تصدق بقى انا زعلان منك، ازاي تحاسب وانا موجود يا لمبي؟ ما انت كنت راكب الموتوسيكل مش طايلك بس. الله. يلا بينا نروح نقوم من مكان القذر ده. يلا بينا. تعالوا يلا نطلع من فوق الناس دي. ايه الصوت الجامد ده يا لمبي؟ ده انت صوتك ولا الشيخ سلامه في زمانه. كلام اتنين. قول عبد الحمولي حامد مرسي. مين مرسي ده؟ ده مطرب شاب كده. انا فكرته بقال جنبكم. ايوه انا مش عارف والله يا جماعه اعمل معاكم ايه، يعني انتوا امين معايا بوجي بات كل شويه وشويه احبكم وفي نفس اللحظه بكرهكم، مش عارف ازاي اتنين في واحد. حبينا حبيناه، وبعدين احنا عايزين نبسطوك يا لمبي. خلي بالكوا الولا لمبي ده في الالباندا مفيش اخوه بس دماغه ضرب. الظاهر كده البوظه اللي احنا شربناها مغشوشه. على فكره انتوا دمكم تقيل قوي انتوا الثلاثه. احنا هنغنشوك وشرفك. وبعدين احنا معرفتنا مش بالسهله يا لمبي. ايوه اتفضلوا اتفضلوا احنا وصلنا يا لمبي. وصلنا والله. ده خليك. ايوه يا جدعان على ليالي الانس والفرفشه. انت واخدنا على بيت دعاره ولا ايه؟ لا ده بيتنا. يعني بيت دعاره. بقول لك انت نكته. او 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 ايه تغني زيكم؟ اتفضل. الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك. اقعد هنا؟ اقعد بقى. الله يكرمك. اقعد بقى هنا؟ ايوه. على ما نقوم نجيب لك الذهب اللي اتفقنا معاك واحنا جايين انك تبيعه. يا سلام. بقى انت مأمننا على الذهب، مش خايف ان الذهب تاخده؟ الله، ده رأيي. احنا نأمنك على عرضنا، على نسواننا. يا نهار اسود، وانا ارجع لكم نسوانكم زايدين واحده كمان؟ ده في عينيا. خد كمان يا لمبي. ايه ده؟ واصل الامانه اللي انا كتبته لك. لا لا لا، انتوا كده اوفر قوي بصراحه، ما فيش رجوله بالشكل ده ابدا. انتوا مش خايفين ان انا اخد الحاجه دي طيب واروح فاكك من هنا؟ طب جرب كده. ماشي. جرب وقت تاني وانت تلاقي ان ترجيه بتوعنا كلوك وبعدين دفنوك. كلوني وبعدين دفنوني؟ طب هو هيفضل فيا ايه بعد ما ياكلوني؟ هيدفنوا البيبي بتاعي ولا ايه؟ صحيح. مش كده ولا ايه؟ مخ لازم. طب اقول لك، نقول انا هخليهم يدفنوك وبعدين ياكلوك. كده معقوله؟ يدفنونا هيبقى فيه جثث، انها جثه، انما بعد كده ياكلوني، صح ولا ايه؟ ايوه ده الكلام المظبوط. تحب تشوف الموت بعينيك دلوقتي؟ لا انا مش فاضي، ابعتوا لي على فلاشه اتفرج عليه بعد الفطار. ايه يا عمو لبسوا كله ولا ايه؟ دي فلوس ناس، فلوس ناس في علم الغيب، واجب برضه الحفظ عليها. ايه ده الكابوريايه دي؟ بقول لك ايه؟ الشغل شغل يا لبي. بقول لك ايه؟ نعم. انا ما بحبش المياعه في الشغل. طب يا عم مياعه ايه وانت شايفني واقف لك برقص لك بالسلب في قلب الكنبه؟ كلمه تانية هنطير رقبتك. ليه طب وفلين البوظ؟ الله يشيل فلين. انا معاك يا عم والله، والله معاك. ابو بديع حليمو تعالوا معايا. يلا خليك قاعد هنا. حاضر ما انا خليني قاعد اهو. طيب بدي ايدك دي ولا رجلك؟ انت واكل ايه؟ زرط؟ Thank you.
البيت المسكون ده. شويه البت مرغربه عن كده. يا اختي انا تعبت كفايه، لو احنا ندفنه فيل هتوسع الحفره يا بت. لا ولا لما تدفنوكي مطرحه. يا ابو حريت الصوت بيدفنوا بني ادمين. انت مين السلفان دي؟ انا اللمبي صاحب ابو بديعه وعبده. وقاعد عندك بتعمل ايه؟ لا ده انا اصلا قاعد هنا، انا وابو عبده وابو بديعه كنا بنسكر جامد قوي في الخماره، فلما سكرنا بطننا قلبت حتى بقى مرضى ما طرشنا على الباب بره، فجيت هنا بقى انا وانا قاعد انا وابو بديع وكابوريا. بقول لك ايه؟ نعم. ما شفتش حد ماشي كده ولا كده؟ اه في مين؟ ايوه ابو بديعه عنده اسهال رايح جاي على الكبينيه، رايح جاي عمال يتسال. يعني انت ما اتحركتش من مكانك؟ لا والمصهر الشريف وده معقول اتحرك من مكاني وانا ما بفهمش في الاصول ولا ايه؟ دي حمره بيت ولا يتعدى الاصول. يا مؤاخذة يا لمبي معلش اتأخرنا عليك. حبيبي أبو بديعة، أبو بديعة ازيك وحشتني والله. أنا قاعد هنا من ساعة ما أنت مشيت وسايبني كده وما اتحركتش من مكاني. معلش اعذرنا. المعذور احنا، إيه يعني معذورة؟ ده بيتنا. عبده مين ده؟ ده الموزع الجديد اللي هيصرف لنا المساء. عسعست عليه؟ أيوه عسعست عليه، واد قشر بياض ونضيف وبيروى على ضمانتي. عدم اللي مؤاخذة سلمبي. لا أول حاجة. أهلا أهلا مشرف. الله يخليك. لبيتك يا أخوي. الله يخليكي. لا المية دي يا سلمبي. المية. دي أصل أنا بحب أريل وأنا قاعد على نفسي، يعني بحب أريل وأنا قاعد كده مع نفسي. عيلتنا كلها كده. جدي كان بريالة. جدي أبو ريالة الكبير. يعني عيلة معروفة في شحطي في سبع السمك. أحسن ناس. أمال إيه؟ ده كان يعني بصي ما فيش أهلا نروح مريل على طول كده. إيه ده؟ هو في حد تاني جاي بتسأل؟ أختي في حد تاني جاي؟ سيفي في حد تاني جاي؟ يا استفتيسة يا استفتيسة يوه أنتوا عندكم رجالة؟ هما فين دول الرجالة؟ ما تخافيش يا شابة، ده سي عبده جوزي. خشي يا اختي البيت بيتك، خشي. ايوه عليكي انت مكسوفه، ده البيت بيتك يا اختي. يوه انت نورتينا يا حبيبتي. هو انت؟ انا مين؟ مش انت الولد اللي كنت عامل عركه الصبح؟ انا اللي كنت عامل عركه الصبح، ده دغدغتهم كلهم نفر نفر مع بعضنا البعض. وانت مين بقى؟ بنت العركه؟ لو انت صادق انا الولد الطري اللي انت عكننت عليه على البحر. تصدقي عرفتك من بقك؟ انا مش معقول برضه عمال اقول واد نايس كده واقف والحته دي. طمنيني دراعك عامل ايه دلوقتي؟ وانت ايه اللي جابك هنا؟ بقول لك البنت طلعت تعرف الولا، مش هينفع ندفنوها وناخده مساغ غير لما ندفنوه هو الاول. ايوه بس ده واد غلبان ومش لابس مساغ. اسمع زي ما بقول لك، ارجع عن موضوع المساغ الغيه وخلي الواد ده يمشي من هنا، خلينا نستفرده بالبنيه. وجبه داهي. الناس دي الناس دي بيت اصل وناس على حق ربنا، وانا جاي هنا عشان اجيب قماش لناس قرايبي اللي عندهم. وما عندوش مش دي الحدود بينفخوا من الناس. الناس هنا بيكرمهم اخر كرم. دي بقى ده كانوا عايزين ياكلوني من شغل المصحف وادوني فلوس وادوني مساغ، يعني ناس ولاد كلب. خلي بالك حاولي تخلعي من هنا، اخلعي. هلمبي. ايوه 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 عبده. بقول لك ايه، تعالى عشان عايزك في موضوع. حاضر حاضر. لا مؤاخذة بنت
تمشي. بقول لك ايه؟ نعم. انت هتمشي دلوقتي وهنخلي موضوع المساغ ده بعدين مره ثانيه. طب حضرتك المزمزيل مش ماشيه؟ البنايه هتتفرج على شويه قماشات. طب انا ممكن اتفرج مع البنايه؟ بالسلامه انت. يلا ده موضوع ستاتي مالكش فيه. ماشي شاكرين يا عم كباري، شاكرين قوي. حبيبي فين الناس بالكسكسي؟ اهلا يا شربات، منوره يا اختي. بنورك يا اختي. اهلا يا اختي، اتفرجي. ولا حلمو، انا عايزك تحرتش لنا حبه حاجات كده للقعده. تمام، طول عمرك ابو حمادات يا سيد الناس، طول عمرك فايز وعلى كيف كيفك ابو بديعه. طب يلا يا اخويا، هم حبه. حاضر يا سيد الناس. انت راحت ليه؟ داخله جوه. اتمنى جوه. ايه ده؟ رقيتك من العين وشر سحر العين، حصنتك بالملح والمليح من كل فعل قبيح، رقيتك واسترقتك من كل عوج ومعوج. دق يا اخويا دق وعلي الصوت، خلي السحر يموت. لما بيتكلم معايا رحت مديله بالمطوه بجنبه، اديته بالورده بجنبه، وبعدين يعني اصل الاحوال اللي زي دي. يا وي لا يا فندم، مش وقت يا بني ادم، احنا في مرايه. هجوم خالص. اوعى اوعى، انا مش لوحدي، انا معايا القوه، انا بقول لك اهو. اوعي تسول لك نفسك، اوعي الزمي حدودك واثبتي مكانك، انت كله اثبت مكانه. الله يخرب بيوتكم، ضيعتوا مستقبلي. وايه الجو اللي انتوا عاملينه ده؟ عاملين لي دخان وهلمة. ابطل يا ابني على الناس دي كلها، خش يا ابني شوف لي يا ابني البلاغ اللي متقدم عن الجثث اللي مدفونه في البيت ده. يا حضرة الضابط، الجثث اللي مدفونه في البيت ده جثث ناس قرايبنا، اصل احنا ما بنحبش ندفن بره، سلو بلدنا كده. سلو ليه؟ انت منين؟ انا مش من هنا، انا من الانفوشي. وانت؟ انا حليم اللي بيعمل لك الشاي ولا هو سعاده الباشا؟ بيعملوا لي فين؟ في الاسم يا سعاده الباشا. طب ما تيجوا معايا الاسم وانا اعمل لكم الشاي بحليب. يلا حلاوه بطلع الناس دي كلها كلبشها كلبشها. يلا يلا يا جدع انت يلا.
يا حرم الضابط، يا حرم الضابط، احنا مظلومين. الجثث دي بنت عمتي وخالتي كلهم قرايبنا. ربنا الجثث، جثثنا، الجثث دي. خلاص انا وصلت لك الخلاص. ما تعالجنيش، اتفضلي امسكها يا كويس، امسكها امسكها. مش عارف ليه كده حاسس ان انا قابلتك في عصور كتير قبل كده. وانا كمان من اول ما شفتك وانا قلبي اتفتح لي، قلت ايوه الواد اللبط ده. انا ما يعني انت كنت عايزاني اسكت لواد خير زيك ولا ايه؟ اموت في الادب، اموت في الشربي. بقولك ايه، انت بقى كلميني عن نفسك كده، انت مين؟ ها؟ اني النوعه. النوعه؟ النوعه بنت ابوها. ايوه. ساعات يخليني بنت وساعات يخليني واد. بس بيني وبينك انت ما تنفعش واد خالص. انت ما تخليتش غير انك تبقى ست، وست من الاخر، ست الستات. ده انت عايز تتعمل سندوتشات. وعايز اسالك على حاجه كده، بما انك انت هنا دايسه السنجريه يعني ورمل اسكندريه يعني. قول يا اخويا. انت ما تعرفيش حد هنا اسمه عم هريسه؟ هريسه؟ ايوه. هو سالف منك حاجه ولا؟ سالف مني حاجه؟ الكلمه دي خطر قوي على فكره. سالف مني بقى، انت عارفه عم هريسه؟ فين عم هريسه؟ لا انا ما اعرفوش، بس يمكن ابويا يعرفه. طب ابوك فين دلوقتي؟ لا فين؟ سبقني على الشغل. ايوه. طب والشغل بيشتغل ايه انت؟ في كازينو القط الاسود. انت بتشتغلي مدربه سنود واسود ولا ايه؟ لا يا قاص، اموت في القدم، اموت في الشامي. يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل، يا ليل يا ليل يا اضرب الرمل والصوانة على راسي، يمكن على الله يرق قلبي كلاسي، يمكن على الله. يمكن على الله، يمكن على الله يرق قلبي كالقاسي، وشعرك حني بيه بالزبدة ودانتيه، وده شعرك حني الليلي طال.
ولا اللي شد ما تعلم وشعرك حني بالزبدة وده انتي وده شعرك من ساعة ما شفتك حسيت انك انت راجل جدع. الله انت ايه يا عم الحاج الحكاية؟ انت كنت شو تطلع لي في حتة ولا ايه؟ اصل انا عارف حكايتك وحكاية هريسة. لا والنبي اعرفها منين حكاية هريسة؟ بنتي. بنتك مين؟ النوعة. لا والنبي انت تبقى ابو النوعة؟ تمام ابو النوعة. تعال معايا بقى وانا هقول لك على كل حاجة. يلا ها تعال. شايف الان انه الراجل ده مش عارف مين. واخد بالك يا لمبي؟ علي النعمة واخد بالي، والله واخد بالي. يظهر انك انت بقالك كتير قوي من بدري مش واخد بالك. يا عم والله واخد بالي، ما انطلعت رجب وانا واخد بالي. يابا سيبه بقى ما تشغلهاش عليه. انت عايز من اللي جابوني انا ايه في القعده دي اللي انا عطنت فيها؟ انا عاوزك تتجوز البت دي، اصلك انت باين عليك انك انت جدع من الحكايات اللي هي حكتها لي. يابا ما يصح. شو ده الدلع؟ يابا ما يصح شويه رمياها عليا. لطيف لطيف جميل. انا كده هننفذ الشرط اللي احنا اتفقنا عليه كده بقى، يبقى انت البقيه عليك انت بقى. في ايه؟ في الحاجات التانيه اللي انت قلت لي عليها، جوز النوعه. اقول لك مكاننا هريسه فين؟ اخد ال 10% من الكنز وتوافق اجيب لك المأذون من بره. خلاص خلاص هقول ايه؟ انا موافق طبعا، اوافق وابصم كمان. انا مالي ايدي كويس من اللي انا بقوله، عارف ليه؟ ليه بقى؟ لأن هريسة يبقى أخويا بس من أم تانية. لقيت يعني؟ محدش يعرف مكانه في العالم إلا أنا. يابا ما تقوله من غير ما يتجوز. جايز الجدع ملوش غرض في الجواز، ممكن يكون في واحدة تانية. يا واد يا واد، أنا لو لفيت الدنيا دي كلها في سجارتين مش هلاقي ضفرك. والله جاي وشعري يا ألف مرحب، نكد على نفسه وما جاش نروح نشوفوا حظنا مع اللي بيدوبوا في دباديب رجلينا. طب خلي حد كده، خلي حد يهوب كده ناحية دباديب رجليك وهتشوف هيحصل له ايه. أموت في الآدم، أموت في الجلي. بس بص بقى والنبي، أنا عندي بس حتة بروبليمة صغيرة كده. اتفضل. أنا سيد الرجالة يعني الامباوي ودم حامي وسخن ومصنع الرجاله، وما اقبلش ان مراتي ترقص في كباريه بالليل. اموت في الادب. ارقص الصبح بس. ودم حامي وسخن ومصنع الرجاله، وما اقبلش ان مراتي ترقص في كباريه بالليل. اموت في الادب. ارقص الصبح بس. ولعله واسمع اول حدوته غيزه عم حلوه سعره يفتح
استنى وطاطا وبحبه يجيب لي سجاير كله نروح على كشك شراطة وتسركن يا ويت طب تندع سيفك والسدادة فرحة وكفتة وعشوية ومن على الإمة تجيب فرجايا هنشكل في المسارة ونسهر في الشارع سيايا هنحط الليلة الحمرا وبلغ للناس أي حكاية وما تنساش يا ابني الشيشة وهات لنا فحمة عشان هنوزع ونشغل مهرجانات للمبي ونرقص كده نتدلع صوتنا ناس مسموعة احنا عم اسكندرانية فرح اللب وقنوعة واسمع للحدود الدية ارتين يا زميل يا ابو دم تقيل وانا حنيت وخفيت بعول لك الجو جبت ورا دار يا ملفيت والجن من العفريت اللي ما يتشافش كشفته وشفته والبرمج يا ما علمته واللي بيجرح علمته طب واللي طايح مش عارف ولا فاهم خدته فهمته صباح الخير يا سيد الناس وتاج راسهم صباح الخير يا احلى احلى انواع موجوده في الدنيا كلها بسم الله انا مش مصدق نفسي ده انا كل شويه اصحى من النوم الاقيك جنبي اتنفط كده واتفزع اقول مين ده انا اتشقيت ولا ايه اقول يا فضحتك يا انوع افتكر ان انا اتجوزت انام اشوفك اتفزع انام اشوفك اتفزع حسيت بيا لا والله ما كنت حاسس لان انا كان عندي وانا نايم جنبك بتفزع كان عندي كبوس كبوس كان كبوس وحش قوي قوي والله كنت طول الليل عمال اتضرب بالقلم على وشي طول الليل وانا نايم طب وبعدين ولا قبلين فتحت عينيا لقيت اخر قلم نازل عليا من الكبوس دراعك هو نازل على خدي فزع حضرتك كان نازل عليا انا يقطعني خلاص اربطني وانا نايمه ليه يا بنت ليه الميول اللي انت فيها دي اموت في الادب اموت في الجلي اتجوز نعجه صباح الخير يا لمبي ده صباح الزفت ده الصبح لمبي صباح الخير يا حنان يا تعالى يابا تعالى يا حبيبي يا صباح الخير يا اللي معانا يا اللي معانا ما شاء الله ابوكي بقى كوكب الشرق جاي للصحيحه صباح الخير يا ابو النوعه صباح النور ايه بقى فين بقى انت قلت لي هريسه بعد جوازي من انواع على طهر وشدد على هريسه فين هريسه بقى هريسه ده ايه الهريسه ده ايه هريسه اللي انت قلت لي ان من امك الافريقيه ده ولا الفلبينيه منين انا قلت الكلام ده ايوه قلت الكلام ده لا ما حصلش ده انا حتى كمان مقطوع من شجره ده انا حتى كمان ملياش لا ام ولا اب جايه يابا انت قلت الكلام ده انت بتحاميله يا بنت انت ولا ايه يا بنت لا عندك اوعى تغلط يا بنت انت بتكلم ابوك كده ليه وابوك ده ولا مجراه ابوه استنى انت يا لمبي هو انا ماليش راجل يحميني ولا ايه بلاش جسمه كفايه اسمه ايه يا عبد الحاج ايه هي صحيح بلاش راجل يحميها ولا ايه انا ممكن اعملها معاكم بص واعمل الصح ومن الاخر بس اللي مثبتني ومفكسني
الطربوش اللي على دماغك ده اللي بيمثل قيمة من المصريين. مصر مش بالطربوش يا لبي، وادي الطربوش. على فكرة انت كده بتغلط في المصريين. من فضلك لبسني الطربوش. تعال اتفضل. حلو كده؟ أمال يلا بقى، انت قلبت بتاع زلابيا كده، طلعني العريس على طول كده. أنا عرفت إنك أنت راجل وتقدر تحمي بنتي بعد ما اديتني الطربوش. أمال إيه؟ مش قلت لك يا ما يا ولاد إيه؟ أنتوا عاملين عليا مسلسل؟ يلا بقى، فين العريس اللي خلاص؟ فوق فوق؟ مات من غير ما أعرف السر؟ بقول لك إيه؟ وده فعلا يعني ابوك بجد؟ يعني ابوك يعرفه بجد ولا اي كلام؟ طبعا بجد، ده عم هريسة والنبي. طب يلا بينا. ايه ده إيه؟ انت داخله هتعملي له نمره؟ هترقصي؟ ما تجمدي يا بنت انت، ايه توقفي مع الراجل؟ مش سمعت بشير؟ بتغير عليا يا لمبي. الله، امال ما كنتش غير عليك، انا غير على مين يعني؟ اموت في الادب، اموت في الشلي. يلا يا بنت بقى، يلا بقى، حي اتنين تلات، هوب اثنين ثلاث، هوب اثنين ثلاث، هوب معتدي المرش. لا بخش. ايوه كده استرجل ده بس. صباح الخير يا عم هريسه. صباح الخير يا النوعه. من دي؟ ده جوزي اللمبي. جوزك؟ امال بيبص لي كده ليه؟ سيبه بس، عايز يتاكد من حاجه. تخلي النط ابويا الله يرحمه. انت عم هريسه؟ لو انت ابن حد مدياني فانا مش هريسه. طب لو انا مش ابن حد مديانه ابقى اني هريسه؟ هو اللي انت بتدور عليه. انت مين؟ انا اللمبي. اللمبي؟ ايوه. يا رب انا سمعت الاسم ده فين قبل كده. جرى يا عم هريسه، ما انا لسه قايلك ان جوزي اللمبي. جرى يا بنت، ما تبخش فيه. الله. أموت في الأدب، أموت في الجلي. هقول والنبي بقى عم هريسة، ممكن أكون سمعت الاسم ده في حتة كده ولا كده، أو بشارة قالها الطالع. أيوه. لا شوف بقى الطالع بقى، واطلع معايا واحدة واحدة، وخلي بالك وأنت طالع لا تقع. أيوه، الدبانة الحمراء. يبقى انت حفيدي اللي هيعرف عن طريق مكان الكنز، وانا في النزع الاخير. ايوه حفيدي. جدو قريبي، قولي بقى مكان الكنز فين؟ ما قلنا الوصيه بتقول ان انا لازم ابقى في النزع الاخير. مستعجل ليه؟ كنزك موجود. ايوه كان صحيح حكايه الكنز يا لمبي. امال ايه بقى، جوزك خنتاريش ولا ايه؟ ايوه النوعي. ايوه صحيح، الكنز حقيقي، واحد اتهني بيه انت واللمبي حفيدي. حبيبي يا جدي يا قريبي. يلا بقى، ادقلك في الطاسه بقى، وخلص على نفسك بقى عشان عرفنا كان الكنز. ارمي نفسك من فوق السطح بتاع البلوك. اولع في نفسك واعمل اي حاجه فضحي سبيلنا. حفيدك يسعد. هو الله النوعه. قول يا بت اقصى عليك يا لمبي، عايز تموتني قبل اجل ما يجي؟ اهون عليك برضو، ده انا برضو جدك. اصبر شويه. ما تزعلش يا عم هيسه، خلاص موت على راحته. طب ايه بنت الكلام اللي يموت على راحته؟ احنا فاضيين الكلام ده. اقف عادل. اموت في الادب، اموت في الشلي. وارجوك استحلفك بالغياب الغالي عندك، تدليني المره دي على مكان الكنز بجد. انا تعبت تعبت خالص. بالراحه علي، سيبنا موت واحده واحده. واحدة واحدة يا عم هريسة كده، هيبقى خانقة وكتير قوي بصراحة بقى. أنا تعبت يا عم هريسة بقى، قال لي موت واحدة واحدة، ما تاخدها ماشي أحسن بدل ما تموت واحدة واحدة. مع السلامة عليكم، أما تموت بقى ابعت لي. استنى يا حفيدي. إيه؟ ما دام طلعنا قرايب ما ينفعش أموت وأنا جعان، ما تعملوا لي طبق طبيخ ولا صينية صيادية. على فكرة أنتوا كلكم سحنة واحدة في قلب العصور اللي أنا شفتكم فيها، كل خلق واحدة ونفس الغيتاتا على فكرة، نفس السئالة ودماغ مفيش. واضح ان العيلة الهريسية دي عيلة من قبل تاريخ التاريخ. مع السلامة عليك. يا كبدي. ايه اللي حصل تاني؟ يا كبدي. ايوه يلا بقى. يا رب تموت. يا رب تموت يا جدي. يا رب قلبك يقف. قرب مني. اهو. نفس الريحة. ريحة مين؟ ريحة بلطية. بلطية؟ بلطية مين؟
بلطية العايمة. بلطية العايمة؟ وانت بتحب عبلة كامل ولا ايه؟ احيه مين عبليك؟ مين محيه الكاملة دي؟ بلطية العايمة. أيوة. ستك ست اسمها بلطية العايمة؟ ايوه. غير انا دي ولا ايه؟ ولا هي بتسمها كده؟ احلى قصة حب في المكسيك اللي هي لو نبي كنا نقعد على بير مسعود. ايوه. هي تغطس غطسايه. ايوه. وتطلع قرش. ايوه. وانا اغطس غطسايه. ايوه. واطلع قرش. ايوه. ونحط القرش على القرش وتقعدوا تضربوا طول الليل مع فحميتين، صح مش كده ولا ايه؟ احيه يا عم، عيب الجمله اللي انت بتقولها دي بتاعت حريم. كنا بنكون نفسنا. ايوه قرش على قرش يعني. ايوه ايوه. ومره في ذات الايام. ايوه. غطست الغطسه وما طلعتش تاني. نعم النبي. ريحتها جت. ايوه. جت فين؟ انا جاي لك يا بلطية. لا اوعى تغطس، اوعى تغطس. بلطية انا جاي لك اهو. استنى يا عم، هي بتشدك ولا ايه؟ بلطية. عم هاريس استنى، قولي على الكنز قبل ما تنزل وتكتم نفسك. استنى، لا قولي على الكنز، قولي على الكنز، قولي على الكنز الاول، قول. ماشي. ايوه. ايوه. ايه ده؟ ده بقى عبيط قبل ما يموت. والكبر ما بيموت. يا لهوي مات؟ اه مات طبعا. يا لهوي يا هضبة افندي. يا رجالة، هريس ابو الليف بيخلص خلاص، وعنده جدع اسمه اللمبي والبت قنوعة، وشكله هيموت دلوقتي اهو. هنسيبه هريس هيموت كده بسهولة من غير ما يقول لنا على مكان الكنز فين؟ ايوه يا جدعان، وهنعمله ايه دلوقتي؟ يا هضبة افندي. يخرب بيتك، الله يخرب بيتك يا مصر، اللي بتحببه دي وقعت البوظة. ايه دي يا هضبة افندي؟ لا مؤاخذة خواجة، عندي انا دي، عندي الحساب كله. يلا بينا يا رجالة. عارف ايه؟ ربنا ينتقم منكم. إلهي سوقت رمي يكون أعمى ويقفكم مرة واحدة على هريسة وهو بيعترف بالكنز للمبي. يلا بينا. هو ده. ده صحي يا بنت، ده العلامة بتاعت ال هو هناك اهو. هو يا بنت اهي. ايوه المفتاح. ايه ده؟ اسمع طالع، انتوا جيتوا؟ قال لك فين الكنز؟ صدق انتوا ولاد حلال. انت ومبصحف ولاد حلال، لان هو لسه واخد الدواء بتاع الاستاذ دلوقتي، وقال انام شويه واصحى يودوكوا على الكنز، بس تكونوا انتوا جيتوا يعني. مش كده يا بنت؟ انا شفته والله. لا بركه، اتفضل اتفضل. اهو قاعد اهو نايم اهو. يعني هناخد الكنز يعني؟ هتاخده هتاخده. خش خش خش. ربنا يخليك. يلا يا حبيبي يلا. قول بقى اهو هيصحى دلوقتي. يلا يا بنت يلا 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 يلم. ايه يا بنت رايحين فين يا اولاد؟ يا عم حاسب يا عم. ايه ده؟ ابوك ده ولا ايه؟ ابويا يا لهوي يا حبيبي يابا، انا ماليش غيره. معلش معلش، هنشوف له حل، هيفوق دلوقتي. دلوقتي من جوزي وابويا. جوزك طبعا، الشرع بيقول كده في اليوم ده. لمؤاخذه يابا. يلا معلش يا جدعان. رجعت ليه؟ يلا هاي. ما حدش هيجيبه غيري. بعد الليله. بص بقى دلوقتي، انا غصب عني لازم اسيبك وامشي، في ديانه ورايا وانا. هتسيبني يا لمبي؟ ما ينفعش الديانه ورايا، هقابلك اكيد، هقابلك. هترجع؟ والله هرجع، هرجع لكم كلكم مش ليك لوحدك. بص الباب ده احتمال الاقيك انت وراه. خلي بالك من نفسك يا نوع. ايه الكلام الغريب ده يا لمبي؟ يا لمبي انت يا ده الليل والنهار اللي بتنايه بقع فيه. كنت فين يا لمبي؟ تيخة حبيبي. انا رجعت يا انا رجعت. الله على السلامة. الله يسلمك يا تيخة. ايه ده يا ابدا؟ فرح مين ده يا؟ وده وقت يا لمبي، وقت هزار يا جدع. ده الفرح متسوم وبسبوسة مستنياك والكوشة وكله. مبروك يا جدع. ده والنبي ده فرح انا؟ ايوه. يا ليلي 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 يا ليلي
مباركة يا جزيد. شوفتي مش انا قلت لك انا؟ اعمل ايه؟ قال قولي يا لمبي. قولي يا عنان اللمبي. انت كنت فين الشهر اللي فات ده؟ ده هو انا كنت شهر؟ اه؟ لا والنبي. ورجعت ايد ورا وايد قدام؟ واهل الحتة قالوا انك لقيت الكنز، وانا لا شايفة لا كنزي ولا كنز. ولا كنز ولا كنز. اه. كنت فين يا لمبي؟ ايه يا بت؟ الله يا ساتر. انت ما بتمرش فيك حاجة ابدا، افتكري لي حاجة من ساعتين. الله، لقيت الكنز. لقيت الكنز؟ اه. امال ايه؟ فين؟ اقول لك يا ست، انا بعد ما سبتك في قلب المدفن فتحت الباب ببص كده في وش بيتي لقيت الكنز. لا ما لقيتش الكنز. بمشي شوية هوب ببص كده قلت ايه ده؟ ده مفيش كنز. رحت ماشي تاني. فضلت امشي 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 لحد ما لقيت بقى الباب. فتحت الباب بقى. هو ده بقى ما لقيتش برضك الكنز. قلت الله. وبعدين بندح بعيني كده. وانا جاي كده فضيت لك حتى الباب. قلت بس. هو ده. رحت ضرب المفتاح فتحت. ما عايز ضايع ما انا عطشان انا حنك ماشي. طب انا عايز اقول لك طب بوز ميه ما ايه ده؟ الحمد لله يا رب. ايه ده؟
كده ده بانو يكونش ده الفانوس السحري بتاع الناصر صلاح الدين الليوبي. لا لا الوديعه دي الوديعه دي سبيك سبيك ساسات ساسات احب عمري مع الحاجات زي كده واحد بس. هما مش كانوا ثلاثه؟ اي عفريت بيطلع من الفانوس بيقول لك ثلاثه، انت ليه واحده؟ هو طلب واحد بس يا مطلوب وخلص يا اخبار. لا طب على ايه الوش ده لازم يتطبق وتحط في قلب المصباح تاني. ارجع المصباح يا عمار تبطل في مية مية يا واد. ما ما ده حقيقة عارفين اللي قابلي قالوا ايه؟ قالوا الزابط ابنه بيبقى زابط، والدكتور ابنه بيبقى دكتور. انتوا بقى تقدروا تقولولي بقى ولادكم هيبقوا ايه؟ محدش بيرد عليا يعني. اقولكوا انا ولادكوا هيطلعوا زيكوا ويبقوا في مكان زي ده زيكوا، وهيطلعوا يقتلوا ابن الزابط ويسرقوا ابن الدكتور. خلي بالك من نفسك يا بنت انت وهي حاسبين بها حد، واللي هيتاخد منك وانت صغيره مش هتعرفوا تجيبيه تاني وانت كبيره. ايوه يا بنت انت وهي كلهم مصدقين نفسكم ان انتوا براعه. لا كل واحده عارفه نفسها وعارفة اللي عملته، وكل واحد فينا عارف الواحدة دي اللي تجرس في البنجو واللي هربت مش عارف أبصر إيه في أبصر إيه. يعني كل واحدة سايدة ملوتها على دماغها. لما تخرجوا من هنا بقي فاكد وبرجير أصرف لك، بس ما جيت هنا تاني. اوعي تيجي مكان زي ده خالص، اوعي. الداري بظل راجل ولا ظل حيطة، بس ما تجيش المكان زي ده تاني. خلي بالكم من نفسكم يا ابناء، ودايما ما حد يعمل في نفسه تاني كده. خلاص بالله يبقى وحشوني، وخصوصا الواد صلاح اللي قاعد ده. اتفضل معايا. ايه يا فندم؟ في ايه؟ في ايه حادث ظابط؟ ايه نصاب وسارق فلوس الغلابه هاني. الكلام ده سيء يا شعبان؟ ابدا يا جيجي يا حبيبتي، والله انا طول عمري ماشي بالقانون يا حضره الظابط. اتفضل معايا وبلاش شوشره. في يا بوبي؟ اتفضل معايا. وانا على ثقه يا سياده القاضي، بل واثق، بل أقف على الحقيقة نفسها، من أن الأوراق التي أمامكم وما تحويه من معلومات قيمة قام بجمعها محام قادر على أن يفرض نفسه في الساحة القانونية بأكملها. سيد القاضي أنا ما كنتش بنام حضرتك، ما كنتش بنام. الأسود اللي تحت عيني ده معلومات بجمعها سيد القاضي عشان يبقى أمامكم معلومات قيمة قدر بلا أدنى شك براءة موكلتي مما منسوب إليها من تهم سيد القاضي. أيوة. وتبين بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة والإثباتات القانعة أن المدعو شعبان حافظ مبروك هو المجرم الحقيقي. أيوة. سيد القاضي أنا كده خلصت مرافعتي، وأعتقد أن أنا عملت مرافعة تقيلة قوي. سوري. اتفضل يا استاذ. بس انا قفلت القضيه، قفلت القضيه. اتفضل يا استاذ، اتفضل. النيابه عنها اي اضافه؟ سياده القاضي
حضرات المستشارين، لقد رأت النيابة بعد الاطلاع على المستجدات في مستندات القضية وبعد سماع اعتراف كل من شعبان حافظ مبروك وسمير مصطفى مدبولي وشهادة ليلى أمين البرعي، فقد استقر في يقين النيابة أن المدعوة أطاطا عطعوط الزو قد تم التغرير بها فعلا، وأن فعل القضية لم يكن أبدا صادرا عنها. سكوت. بس انت رئيس الجمهورية ممكن أقول حاجة قبل ما تصدر حكمك عليا؟ عايزة تقولي إيه يا ست قطاطة؟ أنا واحدة ست زي أي ست، سر كتير وراح كتير وجات كتير، عاشت حياتها بالطول والعب. إيه ده؟ إيه يا أستاذ ده؟ مالها دي؟ معلش يا سيادة القاضي، يعني سيدة كبيرة في السن كانت مطبقة نامت شوية يعني. سيبوني بقى. بعد الاطلاع على أوراق القضية رقم 3456 لسنة 2014 وبعد قراءة اعترافات المتهمين التي أدلوا بها أمام النيابة العامة، قررت المحكمة بمعاقبة كل من شعبان حافظ مبروك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ومعاقبة سمير مصطفى مدبولي بالسجن لمدة عام مع مصادرة جميع ممتلكاتهم وبراءة المتهمة أطاطا عطوط الزو من التهمة المنسوبة إليها. رفع الكلمة. يا سيبوني عطية. نعم يا عطية. الكاميرية اللي جايبة الشانزليزيه ودي البطانية الحريرية اللي كانت بتقطع وشنا. كفارة يا قطاطة، مش عايزين نشوفك هنا تاني. ولا أنا عايز أشوفك يا أختي. يلا سلام عليكم. عليكم السلام. بالسلامة يا حبيبتي. الله يبارك لك يا رب. وانا مكير. ايوه يا اما انا وراك اهو مكير. انا معاك اهو. انا اهو تعالي ده الحته دي، تعالي يلا عشان نمشي. ايوه اما قطاط. ايوه بقولك ايه. ايوه كنت عايز اقول ايه. كنت عايز نسيت. اصحيح بقولك ايه، هو احنا كده خلاص سلمنا على كل اللي في السجن كل الناس؟ يا سواد، ده انت سلمت على كل التدي، ده انت سلمت على الحيطان بالمسلح اللي فيه. أنا بس في واحد ما سلمش عليا يا عمر. مين؟ في عباس بتاعه. ايوه عباس باشي فتلك العربيه وقال لي وصل ام قطاطه الحته اللي عايزاها. انت عايز تروح فين؟ اروح؟ ايوه وانا؟ ايوه كده ضحكوا عليا كده خشوا عليا بالحجر والبنجل. انا مش ليا حاجات مع بالفيلا هناك. لك ايه؟ ليه فساتين بتاعت الجهاز بتاعي. يا سوادي فساتين ايه ام قطاطه بقى؟ هو ده بدل فستان الدخله ولا؟ فستان الدخله ده شكله ايه ده؟ شكله ايه ده؟ بيقولوا لي فرنكي. فرنكي؟ فرنكي ايوه. ده ازاي ده؟ فرنكي فوق الركبه. طيب هنروح نجيبه. يلا اركب. هتقعد اسوق. خد. اسوق انا المره. سوق. ماشي؟ اللي انت عايزاه. هي ايه الزلطة اللي في ايدك دي؟ لا دي الجزمه بتاعتك دي. نروح نعرف عنها حاجه. يا لهوي. ايه ده؟ ولا نربيها؟ اللي انت عايزاه. يلا. يلا. ايه ده الدركسيون السارع؟ لا ما تقلقيش، انا في واحد قدام شايله، هات المفتاح بقى. طب بص روح انت بقى. يلا. يلا اطلع. يلا اتكل على الله. خلي بالك. ايوه. اهو يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ده مكير. ايوه انا اهو. مكير. انا جوه العربيه معاك اهو. يا واد راح فين يا مكير؟ يا مكير. يا بنتي هذه الكاميرا دي وديها بعد بالبوغه. حاضر. واللي هناك الاخرى.
وربوطي يسره كويس. ايوه بيه ادخل. ادخل ادخل يا بنات. ثم انا جاي اسلم عليك يا قطعيته. يا حبيبي يا غزرة، انا عارف ان الفراق صعب، بس اوعى اوعى تضعف وتمشي وتسكر بقى وتمشي ورا شهواتك عشان تنساني. انت بتقول ايه يا قطايط؟ بهزر معاك يا ولد، بهزر معاك. لازم تكون مفهوم انك في اللحظة اللي ظهرت فيها في حياتنا خلتني انا شخصيا احس بالحياة. انا اتعلمت منك درس سهل وبسيط ما شفتوش ولا عرفته في أي كتاب من الكتب اللي أنا قريتها، إن أسمى غاية في حياة الإنسان إنه يخلي اللي حواليه مبسوطين. يقول بلا محني فؤاد يا بوزة بوزة مع السلامة يا حبيبي. تكلم الخير ما؟ مع ألف سلامة. نبعد ممكن بقى عارف انت بدايتي دي. تعالي اقطط اوريك حاجة. تعالي بقى. ده مين الست الوحشة دي؟ دي الحاجة الوحيدة اللي هتفضل هنا عشان افضل فاكراكي. ده هتدعيني؟ ما تبصيلي انا وانت بتكلميني. تعالي ايه يا بنت انت رايحه فين؟ اما اكلمك تقف تكلميني هنا. حاضر. دي بتعيط ليه دلوقتي؟ انا عندي برد. بتكدبي اهو، انا شايفاكي عبيطه. بدل ما تفرحيني بالبراءه تفرحيني بالبراءه. انا اكتر واحده في الدنيا دي فرحانه لكم من قلبي والله. بتعيط ليه دلوقتي؟ عشان اتعودت عليكي خلاص. اتعودت على كلامك، اتعودت على نصايحك ليا وحنيتك عليا. انت طيبه قوي يا قطاطه، والله العظيم انت عوضتيني الحرمان اللي انا اتحرمته من ماما الله يرحمها. مش عايزاني ازعل يعني وانت ماشيه؟ عارفه يا بنت، عارفه لو الزمن يرجع بيا شويه كنت اخطف ابوك من امك واتجوزه واخلفك عشان تبقي بنتي. هتوحشيني يا قطوطه وهيوحشني حواديتك. حضرتك هذا حدوتك. حضرتك هذا حدوتك. اوعي اوعي تخلي حد يغير في حدوتك ابدا. فهمت حضرتك. I got it. يعني فهمت. طب انت مش عايزه اني اعمل لك اي حاجه دلوقتي؟ ايوه عايزه. عايزه ايه؟ بطاطس. بطاطس؟ ايوه. كرهتيني في البطاطس. حبيبتي بموتك. فضربت من نفسي. حاضر. اوعي 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 اوعي. خلاص. يلا يا طاطا. ايوه. يلا بقى خلصينا. هات. بس بقى يا بنت ما تعيطيش بقى. خلاص مش هعيط. لا خليني اعيط. لا ما تعيطيش تحت. ما تحكيش عليا وتقولي لي ده زكام وكده. لا خلاص. عباس بيه سترتني وبرقتني. برافو يا شيخ. إلهي من عندك الوحش. الميز دي خلي بالك منها. عارف ليه؟ عشان انا ما عندهاش ام. هتحكي من اسرارها دلوقتي؟ بخيرك خليك انت سرها يا حبيبي. خليك امها وابوها وجدها وصاحبها. صاحبها عطية زي الفل.
بس يا حبيبي احنا بنشتغل عشان نعيش، مش بنعيش عشان نشتغل. خدنا شوية من وقتك يا حبيبي، ربنا يبني يستر عرضك. شوف يا مخي بنت عواطي من خدام تكت بوغة بسالك زي المرة بسالك أبيض. ايوه يا ست بطاطا، انت فين يا بطاطا؟ انا هنا لك ضربة الدم اهو. زغطت البط؟ لا لسه ما زغطتش البط يا ست بطاطا. هو مين اللي بيتكلم فيكم؟ انا سليمان الطباخ اللي بتكلم يا ست بطاطا. طب يلا روح زغط البط وافطر معاه بالمرة. حاضر يلا. حاضر يلا. ايه؟ ايه؟ ظبط ايدك هتحرق اللحم. هتعمل لي فيها دكتور في دي كمان؟ احترم نفسك يا عباس. احترم نفسك يا اسماعيل اللي حطك على الجريلا. عباس اسماعيل. عباس وبعدين والله ام بوسه قصه دماغك الاثنين. ما هو اللي بي بس بقى خلاص. قطاطا ها ايه رايك؟ ايه لا ايه رسمتها وحشه؟ هي البويه وقعت على اللوحه ولا ايه؟ لا انا رسمتها كده. ما رسمتيها زي دي مترفصي وانت بايديكي كده؟ حرام عليك يا قطاطا يعني وحشه. بس بقى ايه دي؟ العاصفه. العاصفه؟ ايوه. يلا اي حاجه في الواحد وخلاص. ماشي. مريم كتير. ايوه يا ام قطاطا. يا واد الزرزة كانت انا فوق وانا قاعده. لا مؤاخذه يا ام. تعالى كده كانت ضربه الدم النقاله اللي تنقلك من هنا لهنا ما تعرف الدرفين. اهبين. بنت عواطف. انت بنت عواطف. سبحان الله عواطف. حليت يا بنت. حليت وحشك الاسم القديم يا خدامه. يا بنتي يا خدامة قومي يلا، أنا هنا سيدة القصر. سيدة القصر؟ خلاص يا قطاطا، أنت ما بقتش سيدة القصر، بقيتي سيدة الكسر. يلا يا كسر حقك في بقك يجوعك يروحك، يلا يا بنتي امشي قومي، يلا. قطاطا. قومي يا جماعة قطاطا. ممكن رجليكي؟ ده أنت ممكن أي حاجة، ممكن الجوسك كلها. لا أنا عايزة رجليك. أي حاجة خديها يا حبيبتي، أنا تحت أمرك، أنت أحلى حاجة في البيت ده. ميرسي يا قطاطا. والله البيت ده كله عايز يترش جاز كده. حبيبتي. والله في واحد واحد. حبيبتي يا قطاطا. أيوه يا حبيبتي. هكتب عليها ممكن؟ تكتبي عليها؟ أيوه. طب مش تخطبيها الأول؟ لا هكتب لك للذكرى عشان تفتكريني. للذكرى؟ ليه انتوا هتدفنوها ولا ايه؟ لا هتبقى مدفنها ايه؟ هكتب لك عشان تفتكريني. انا كل ما اقعد اقراها هفتكرها؟ يعني هتفضل طول العمر ولا ايه؟ لا ان شاء الله تخفي. بقول لك ايه؟ ايوه. هي حواديت الليمب اللي انت حكيتيها لي دي. ليمبي يا حبيبي يا ليمبي. لا لا تعالي تعالي سنودي يا حبيبي يا ليمبي والحاجات دي. لا إيه؟ عايزه افهم دي كلها حقيقي ولا مألفاها من دماغك؟ بس يا لمي. قول. اتنين اسود قاعدين مع بعض بيتكلموا. تفتكري يعني هيبقى ايه؟ ها؟ او كان ابن اسود. ربك يمجي يا حمد العلولي. ادعي لي. الله يخدك.